بليغ حمدي كل أعماله وطنية، مش وطنية بالمعنى السياسي ولكنها وطنية بالمعنى الفني، ويعني نقدر نسميها أكتر قومية. لأن لو بصينا مثلا في مناسبة مؤلمة زي النكسة حصل فيها أنه راح أعمل على طول عدى النهار وورا منها فدائي. الأغنية الأخيرة اللي ممكن نشوفها في شغل بليغ حمدي يعني برضك علامة كبيرة جدا، لأنها كانت مؤثرة وكانت مؤثر كبير في فيلم، في عمل درامي اللي هو فيلم العمر لحظة. الأغنية دي طبعا شفناها أنها وعيد أحيائها تاني وصحيت تاني الأغنية في ثورة يناير لما أحد الفنانين الشباب استعملها تاني وكمل عليها، يعني خدها كتيمة وبنى عليها عمل آخر اللي هي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. أول ما حصل النصر لحنين عملهم بليغ حمدي من مقامين داخلين في شخصية مصر، داخلين في الفولكلور المصري. المقامين دول عمل عليهم على الربابة بغني، عملها مقام بياتي الوردة، ويا حبيبتي يا مصر لشادية عملها على مقام الكرة. يعني لو شفنا فعلى الربابة بغني عمل يا مصر، وبعدين جف في أغنية يا حبيبتي يا مصر قال يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر، فهناك قال يا مصر، وبعدين في يا حبيبتي يا مصر يا مصر، الاثنين بالضبط صولة. وده هو ما قصدش خالص يعمل أي شبه بين أغنيتين، ولكنه هي طالعة من قلبه في نفس المنطقة اللي ساكنة فيها مصر، اللي هي نغمتين، أعلى نغمتين في المقام، حطها فوق خالص. أعمال بليغ حمدي الوطنية علامات ثابتة، وزي ما تكون هي الأيكونز، الأيقونات بتاعت المناسبات الوطنية المختلفة. يوم حرب أكتوبر بليغ حمدي الموسيقار، هذا الموسيقار العظيم خد في إيده السيدة وردة، كانت لسه متجوزين في يعني قبلها بشهور، متجوزوا سنة 73، وراحوا مبنى التلفزيون قال لهم أنا هدخل. فالفترة دي كان في حالة طوارئ في البلد، طبعا في حرب، ففي طوارئ في المبنى التلفزيون ما فيش حد بيدخل. فكلم الوجد الحكيم كان موجود في الفترة دي، قال له يا وجد انزل لي. فقال له أنا هدخل، عايز أدخل أعمل ألحان عن حرب أكتوبر، لازم أغني لبلدي. فوجد الحكيم قال له أولا مفيش ميزانية للألحان. فبليغ طلع ورق وقلم وكتب أتعهد أنا بليغ عبد الحميد حمدي إن أنا يعني أغني، أعمل يعني أنتج أغاني على حسابي فورا، وأتحمل نفقات الغنى يعني أجر الشعر وأجر الفرقة الموسيقية وكل ما ما تطلبوه من أجور أنا متحمله على حسابي. فما لهوش فايدة فيه، ففتحوا له الاستوديو عشان يعمل الألحان. وأنا على الربابة بغني مملوك شغل إني أغني وأقول تعيش يا مصر. عايز أحكي لكم قصة بقى عليه بجد يعني. أيوة بقى كده، أيوة قول يا سيدي. طبعا إحنا كان عندنا الفن طبعا يعني مدعم جامد جدا من الرئاسة، وكان الرئيس أنور السادات كان بيحب يسمع الشيخ سيد نقشبندي قوي، كان بيجيبه دايما وبيحب يسمعه، بيسمع التهالات. فجي عشان تعرفي بص التذوق يعني، السيد الرئيس قال نقشبندي عم الشيخ أنا عايزك بليغ يلحن لك. طبعا الشيخ سيد ايه حس ان يعني ايه، طبعا عشان هو بما انه يعني فقيه والفقهاء دايما ليهم حاجات يعني خاصة كده وحاجات دينية وروحانية، فحس ان هو وطبعا بليغ ألحانه رأسه كده، فحس ان في حاجة قللت قيمته او يعني بيقلل قيمته. فقال له بس روح بس، وعملوا أمارة بينهم يعني عملوا أمارة بين الحد اللي هو بعته معاه النقشبندي ان ايه هنسيبك تخش تسمع من بليغ، لو عجبك هتقلع العمة اللي فوق راسك وهتحطها على الترابيزة اللي قدامك. أوكي. عشان ما نحرجش، عشان ايه ما نحرجش بليغ.
فاحنا لو ما عجبكش خليك لابس العمه وهناخدك ونمشي. اوكي. هم سابوه وجم بعد نص ساعه لو قالع العمه والقبطان وقالع راح وقالع كل حاجه وعملوا ساعتها مولاي. ايوه قلبي بيقول لي انك هتقول لي مولاي. طيب سمعنا. يا نهار ابيض يا احمد. كان هو بيتلون بليغ ما تقدرش تمسك له شكل واحد. ما ده اللي يعني هتشوفي ده مولايا بقى. بص هتختلف ازاي عن غنوه ميال. نفس الروح. ما ده اللي بيجنني بقى. متوقع منه اي شكل. مولاي كي مولاي اني ببابك مولاي اني ببابك قد بسطت يدي ملي ألوذ بيك إلاك يا سندي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وأمس دعاء بالدموع ندي بنور وجهك إني عائد واجر ومن يغث بك لن يشقى إلى الأبد من لي أغيث من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرعى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا سخطا على عين من الرغد من لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك كل الخلائق ذل في يد الصمد أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك يا شفيع دعائي حسن ما تقضي والطف بحالي والطف بحالي والطف بحالي في خوف وفي طمع
يرحم العبد بعد الله من تعمد مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي ألوذ به إلاك يا سيدي. الله يا الله 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 الله